بداية بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة رمز لاسمه بمحمد صالح من الرياض، يقول قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. الحديث: إذا كان الإنسان إذا توكل على الله تعالى فهل له أن يخالط المريض مرضا معديا؟ وإذا كان له ذلك فهل له أكل ما فيه ضرر عليه أو الإسراع بالسيارة أو شيء من هذا القبيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مخالطة المرضى والمصابين الذين تعدي أمراضهم منهي عنها. جاء في الحديث: لا يريد مصح على ممرض. في الحديث الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ونهى صلى الله عليه وسلم إذا وقع الوباء في بلد أن يخرج منه أحد أو أن يدخل إليه أحد، وهذا من الوقاية. هذا من الوقاية، والوقاية خير من العلاج. ولكن إذا دعت حاجة أو ضرورة وكان عند الإنسان يقين وتوكل على الله قوي، فإنه يخالط المريض. المريض لا يترك ويهمل، يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى يتوكل على الله ويخالط المريض، ولن يصيبه شيء بإذن الله. نعم.